الشهيد الطفل وليد أبو زيد لم يتجاوز 14 من العمر قتلته قوة الأمن ليمضي على درب أصدقاء سبقوه كشهيد حمزة الخطيب. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن هذا الطفل يضاف إلى أكثر من 178 شهيدا من أطفال سوريا قادوا برصاص قوة الأمن منذ بداية ثورة الكرامة. مواكب الشهداء لا تتوقف في حوران التي اشتعل سهلها بالثورة كشرشف قصب مطرز بدم الشهداء، فيخرج أهل داع للمشاركة بتشييع 3 من شهداء المدينة 8، حيث يقدر عدد المشاركين في هذا التشييع حوالي 15,000 مشيع. أما المدن والبلدات الحورانية فقد شاركت شهداء داعي للواجب والعزاء، حيث خرجت بلدة أم ولد لنصرة المدن المكلومة، وذهب سكان قرية إبطع ومدينة الشيخ مسكين للمشاركة في تشييع الشهداء، وارتفعت أصوات مكبرات المساجد في مدينة خربة غزالة معلنة الدعوة لتنفيذ عصيان مدني، فأغلقت المحل وأعلنت المدينة الحداد على أرواح الشهداء، كما فعلت ذلك أيضا مدينة الحراك، حيث أغلقت الأسواق لتعلن المدينة حزنها على شهداء سوريا. هنا تقتحم قوة الأمن والأليات العسكرية مدينة إنخل ليكون المشهد استبسالا في التصدي غير معهودة. أجساد تقاوم مجنزرات هو عنوان آخر من إصرارهم على